عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وهاعاوى اسمي من اي قلقا ودقيا اي قويقا امان محمد يوسف علي امان بوابكا يردغلكا ايه واحقارك كسوجي اذا ميلها الدقال مغدشة ايه اللبانوة ايه اسمي مادين وهيك هلا ايه وارك كسوجي ريبانفا لولدنا كسوي يري أو قصة عصر مسيرة يقول كان نادر إيه وريبة وحلو لي هي الحصاب تر ولد ولدي وحيا بنو عصر أو بحثني أو كأك مقدس أو كريه تاسيه دولد وحيا كلها دي مكستا أي قوة كستا وحيا كلها باي دي كانوا حفيزو أي كلها ضاف في عطا يلا بقى رجل وقال ما شيء خجران لهرس كاي ما لك واري وحصل ما لك وصي أي طول نعم وحقار وحاي كمان هي كبيدين على المفروض مال يعني بديش يبقى الله يعصب مال أنتي تسوي مال الله تشرب لكن إيد الله تشرب صح معهم وعمرك ما شاء كلاقي آخر دورة والصحافة دي كي يسوس عرين بوابك بيرمان يسوس عرين أي ما شاء الله آخر دورة عند الله إدمه وحي حلب على ده يسوس عرين يدوبك يسوس عرين يوح جرف بلاد كان دير كان بلادش soo saaray inay halka ay qadoon hadal admo waxaan wax ku doona waxaan ku baro waxa ka koob hada doona meesha uga soo sanay ali suli oo soo sanay suli ma ma ka soo saaray ku gaway si ka ma إن أنت جواب جواب لقبل اليوم ونكو كتر جمعينه قبل خبرانجل ضد كدقو دو بقى يا وديال كدقنك يا هلبان نظا وحالي جري إن لسكو أفكرت أنت عز ليس مناسب هن جواب داس مرة بنشغل ده أنا أم بحنه ضد كوادة سومالي ضد كوادة سومالي ملأوينها ضد كوادة كيسي وحالي رواسي إنه جوابه وحده أدن إن دوام مجال هذا كلي جيس لوق وتنيو قبل الله ذن واب بدينهين دعامة ذن واب بدينهين ساس حوغاير وحين أنا نقطة إن جواب ولا قبل حيو وما أنا أرمي جيدنا ساس ترتد وحنا كسود به هنا والصحافة ذات لآخر الدورة واسك ما آخر الدورة هدي إلى إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم دوبك حلبان ندى دبك اهلك هو ماشي اسوغي يمد ومدى برادر دلتي او كغيرون برادر اسم الانتيس كغيراتي ايا ماشي اسوغت من عوضة دبك مده هو دب عرص الهي هل دسو عرصية dad kaas wuxuu diidan yahay oo dhibsaha brandir dhismadiisa dadka dhibsaha iyo dhammu ka soo horjeeda qofti dhibsayso oo la arkana waa na dhibaysa taas ma rabno waxna dhibaaya ina ma rabno wax dadka dhibaana u dhaweynay brandir wuxuu dhibaana waa na dhibaaya waxaan u jeednaa warqada la soo qoray oo madaxweynuhu uu soo qoray oo la leeyahay la xisaabtan iyo xisaab xilmale iyo guddiga loo saaraa iyo waxyaalka uu sheegayo oo warqadaas ku yaalla waxaan u qaadanay
وحال ليدي هل مقام كبرادر هل موجيو سيدي اللباتكا المدهيي مدهيي تي حرانا حران لون مدهيي واباجيين مدانا حدنا لغو عليي مدانا حدنا كهر ما هايان وجيدده ورساستهي نلطب هده ساستهي واكرا حسنين هنه لكدهي وحانا إيين شاقينا رقا مدح دعا وأما مدحوينو كجرو أما رئيس مسارو كجرو أما تابد كجرو واسلي مدينة هسلي جوغي هذا إذا سوره بوين هل كان لها قوني لو دراع الدار وأخبار ما يسو هذا نوحا أخير دوانا وصحفين سوى أخير آياء ويس عبد الله وصالة ميكروفون هذا هلو دبي ميكروفون بسم الله الرحمن الرحيم وحن هلكان كو اقرنيا شركه دهاو او اسو يمادين قار كميد الضوضك ديالها غوبلك بنادر لوغنا ارين سناي حالدا مارت غوبلك بنادر ووضع سيده مار وضعه عمرايو والمرتيات كانوا وحكو كتاري قيسي هاي وعاو الله بعتك بشك جنوري ايت هاي وحكو بلاوان يا سيدة انه اهدار كميد الضوضب كي وحقرت كبيالها الدقن قبل كبنادر وحان ولع كموزينينا قرال كسو بحي حفيس كمدحوينها هذا وحان مارتي سوجي دينينا قضب بضن وحال كان كو قران انه ادكو وددك شعبك اي كل اي ودا اوجيهين ان ضوضب كان هرق وجران aan ka hortagida maartay xasilinta iyo dibaatooyinka gobolka banaadir ka jiray hore arrimo ka dhacay ugu jireen haatan waxay soo jeedinayaan go'aanadan waxaan soo jeedinaynaa ilaalinta oo inay waajib tahay in la ilaaliyo hantida qaranka iyo dawladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo waxaan maartay kala soo jeedinaynaa in hantida qaranku ay taalo meel walba oo dalka Soomaaliya una wada baahantaas isku wada mid ah in loo ilaaliyo taasoo aan aad u soo dhaweeyno waxa iyadana وباهن إن هوستر لقى حريقه إن أي إسكوسو آدم كلن وضطشي أها وكوبا غيقو دوميه قبل كبنادر إيو ورقبان صواب حضي أحرمها دولك كهد ليسو مركا وحان لين هاي ورقبدا وحوا وحيكو أستي سنتاهي دولكاس وحانو قدي هاري مارتي كهد ليسا معدوين بدن ودولكا ونثان أقنا هاي اللغوصو قادي waxa ayadana madaxda qaranka iyo dowlad goboleedyada ee warqad la xusuusinayaa in dastuurku ogol yahay in ummada Soomaaliyeed isku timaado deegaanada ay nad sameysato oo si tala ah wax ku sameysato taasoo diyaar u nahay inaan ilaalino ayadoo maartay la tashanay dhamaan deelaha wada degan gobolka maartay gobolka Banaadir si ay u helaan maamul la soo doortay waxaan kaloo madaxda qaranka u soo jeedinaynaa inay maartay u ogolaadaan shirweynahaas inuu dhaco oo dadka shacabka gobolka Banaadir inay shirweynahaas qabsadaan si ay uga tashadaan aayahooda una helaan madax ay soo doorteen waxa kaloo odayaasha dhaqanku ay ogaadeen caawa in macnaheedu warqadaha dhulka ku saabsan in aysan warqad rasmi ah oo arrintaas ku saabsan aysan soo gaarin duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka haddaba guntii gunaanadkii ugu dambeyntii waxa caawa halkan markaan wada tashanay maartay isla ogolaanay in la magacaabo lana diyaariyo guddi ka kooban duubabka iyo waxgaradka beelaha dega gobolka Banaadir dhammaan beelaha dega gobolka Banaadir kaasoo ay ka tashan doonaan masiirka iyo mustaqbalka gobolka Banaadir wabillaahi tawfiiq. Sabah
مسجد مثال دقال مسجد مثال دقال ما كنت عمله.